بعمل فيلم دلوقتي اسمه حملة فرعون. فيلم بيتصور في لبنان وفي مصر وتكلفته رهيبة، لان انا ما بعرفش اعمل غير افلام تبقى فيها اكشن ومن ناحية الفنية في كل المواصفات الفنية اللي تخلي المشاهد يحب يتفرج عليها. انا عمري في حياتي ما عملت ميزانية لاي فيلم، انا بشتغل الورق عجبني والسيناريو عجبني والفكرة عجباني بخش اشتغلها زي ما بتتكلم بقى في الاخر. مين من الابطال اللي شايفه يستحق انه راح تنتج له فيلم ولسه ما اخدش البطولة حتى الان؟ عمرو سعد ورامز. لا رامز ده لسه طالع جديد، هشوفه في حملة فرعون. ومغني محمود مغني، مش عارف لو تعرفه ولا لا. بس انا عمري ما اشتغلت مع محمد رمضان. ما يجي وقتها ما اعرفش، هو نجم وفنان بمعنى كلمة فنان يعني.